هذه المرحلة التخييمية هي في إطار فعالية البرنامج الوطني التخييم الذي يحظى برعاية صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وبطبيعة الحال الجمعيات المحلية لها نصيبها من الحصيص الموزع للجمعيات المحلية على المستوى الوطني. وفي إطار الشراكة وفي إطار التشبيك قمنا بعقد مجموعة من الشراكات مع مجموعة من المؤسسات سواء العمومية أو شبه عمومية أو كنموذج حي المجلس الإقليمي الأساسي في استفادة 200 طفل وطفلة من العالم القروي ومن الوضعيات المختلفة، وضعيات هشة، وضعيات أطفال في وضعية إعاقة، الأطفال في وضعية صعبة، ومتفوقين دراسيا، الأسوياء إلى غيرهم. بالإضافة أنه إلى مخيم جهوي نضافت إليه 240 طفل من باقي أقاليم الجهة، سيدي فني وقلميم والعالم القروي بسيدي فني تيغرت ميرغت، بالإضافة إلى بيزكان جمعية تحدي الإعاقة 40 مستفيد، بالإضافة للعصبة المغربية حماية الطفولة أطفال فقيدي السند الأسري، بالإضافة لأطفال الأيتام جمعية الخير لكفالة اليتيم. يعني مجموعة من الأطفال استفادوا من هذا المخيم الجهوي الصيفي اللي الحمولة ديالو 480 طفل وطفلة بالأطر التربوية وبطاقم يعني في المستوى اللي كيشرف على تفعيل البرنامج العام والبرنامج القار في أحسن الظروف. وبطبيعة الحال حتى المركز الوطني للتخييم الحوزية يساعد بنسبة كبيرة في إنجاح الفعاليات وفي تفعيل هذا البرنامج. وبدورنا ننوهه بالعمل الجبار الذي تقوم به وزارة الشباب قطاع الشباب بطبيعة الحال، بالإضافة إلى الجامعة الوطنية للتخييم والسادة المسؤولين على المستوى المديرية الجهوية للدار البيضاء سطات ورئاسة المخيم بالمركز الوطني للتخييم الحوزية. كما أنه حتى على مستوى التغذية كانت هذه السنة تغذية استثنائية وفي المتناول وتحترم جميع المواصفات والمعايير الدولية، وكانت أطباق فردية بالنسبة للأطفال وحتى بالنسبة للأطفال. أول مرة نجي المخيم وعجبني بزاف بزاف من أجل التربية المواطنة على المخيم جهة كلمي موادنين، وكيعجبني المخيم بزاف بزاف وأنشطة كيديروها زوينين. صح عجبني الحال بزاف، وهذه اول مره ليا في هذا المخيم الجهوي لجهه سيدي قلمي موادنون. صح عجبني الحال بزاف، اكتشف تعرفنا على ناس جداد مؤطرين تربويين وعندهم واحد الحسن المعامله. عجبني الحال بزاف، كنديروا انشطه متنوعه وتربويه ودائما تحت الشعار جميعا من اجل معا من اجل شبابي المتالق والمسؤول. اسمي حبيبة بوجة وشكدا ما سنتر وميرخت جمعية إقليم سيدي إفني ما قد غيد توقت انت الزانين وشكانت أما سنقاسا أسا قول ميم أتشكر غلم الطيرانو أزل في تلميرت في اللون. اجتمعنا بحمولة 420 طفل، حمولة ديال المخيم اللي جات من مجالات، كاين مجالات مجال العالم القروي وكذلك العالم الحضري. كاين انسجام كبير صراحة، الأطفال انسجموا فيما بينهم، كاين كتحس بأنهم ولوا بحال أنهم جايين من مدينة واحدة. جينا من جهة قليمي، المبادرة الحمد لله كانت من المكتب الجهوي بشراكة مع المجلس الإقليمي الأساسك وكذلك جهة قليمي موادنون. الحمد لله ما لقيناش مشكل في الانسجام ديال الأطفال، بالعكس تعرفوا على أصدقاء جدد وهم فرحانين لأن المعرفة ديالهم ما كتكونش محجوزة بين غير الأطفال اللي جاوا من المدينة ديالهم. بالعكس أثناء التقسيم ديال الأطفال قسمناهم
بطريقه عشوائيه باش يتعرفوا على اصدقاء جدد، ولو انه يكون من المدينه ديالو كنضطروا باش نحطوه مع اولاد مدينه اخرى باش ينسجموا مع بعضياتهم، حتى في اللهجه ديالهم، حتى في التقاليد ديالهم، التراث ديالهم، واحد كيكمل الاخر. من بين المعالم اللي جاو معنا كاين المعلمه ديال خيمه الكرم. خيمه الكرم كتضم كيكونوا فيها سيدات جاو من الصحراء وعندهم التراث الصحراوي، وكيعلموه الطفيلات هنا في المخيم. مثلا الفليج كيجيو الطفيلات في العشيه كيقعدوا معاهم كيتعلموا الطريقه ديال نسج الخيام، واتاي الصحراوي المعروف الغني عن التعريف، وكذلك الزريق، الجيره ديال اللبان وديال الزريق والكسكس والمجمار. المهم هادشي ديال النحاس راه كلشي تبارك الله في الخيمه كيف كيبان لكم. جينا مناس جبنا جايبين هاد التراث، بغينا نعلمو طافيلات صغارات، بادي اللي هو من الشعر وغرشال، ومن غرشال الغزيل، ومن الغزيل البريم، ومن البريم أما اللي إلى هداهم مولانا إن شاء الله يتعلموا يا محطو مالينا نعتلو شي يديروا، ومن المحيط نسدوه له، ورانا ماشيين معاه وكانوا إن شاء الله مالي يتعلموا نزيز مرحلة بمرحلة. هادشي إن شاء الله نتمناو يقعد من جد لجد ومن تصيلة لتصيلة، ما بغينا هذا التاريخ يموت. حنا جينا ذو الخيمة معمرين أتاي، واللي جانا يقبض عندنا كاس نتايو بكري ونتايو عشيه ونتايو الوقت نتايو حمدنا مولانا واللي جانا كرموه. هذه خيمة الكرم. Bonjour, je m'appelle Salé, maintenant je suis en vacances et là je suis en camping. Et j'ai bien aimé, il y avait des jeux, il y avait des activités, il y avait la mer, il y avait du foot, il y avait du handball, du basket, de la piscine, et tout ça vient de ce camping.